اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من كورس مونتاج الفيديو باستخدام برنامج دافنشي ريزولف. في هذه المحاضره راح نتعلم كيفيه صناعه الانتقالات الاحترافيه. طبعا راح نبتدئ باول انتقال اللي هو انتقال الحركه. طبعا عندنا مقطعين من الفيديو، طبعا هذا فيديو وهذا فيديو اخر. راح نضيف لنا انتقال اعتيادي من فيديو ترانزيشن بوش، وطبعا راح يكون الانتقال ما بين الفيديوهين. نركز ان الانتقال يكون ما بين الفيديوهين. طبعا نضغط كليك على الانتقال، طبعا نكبر بيه التايم لاين، طبعا مؤشر المقدمة. نضغط كليك على الانتقال، وطبعا نغير easy in and out مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة. طبعا شاهد الانتقال ممتاز جدا. الان راح نجي نضيف طبقة adjustment clip. طبعا نجي الى قائمة effect، وطبعا نضيف adjustment clip، وطبعا هذه الطبقة راح تكون بنفس مقدار البوش. طبعا انا افضل انه الانتقال يكون اسرع شوية هذه الطريقة، وطبعا يكون adjustment بنفس مقدار الترانزيشن. ممتاز او لا بأس، يعني ممكن يكون يعني ابطأ بشكل اقل. جيد، الان راح نضيف فلتر دايركشن بلور. طبعا هذا الفلتر راح نضيفه الى الادجستمنت لايرز، وطبعا هالفلتر راح نلقاه بالاوبن اف اكس، وهذا هو الدايركشن بلور راح نضيفه الى طبقه الادجستمنت كليب. جيد، طبعا الان راح نضيف انيميشن للتاثير بلور. طبعا نضغط على الادجستمنت لاير، ومن ثم نجي الى اوبن اف اكس. طبعا في حال لو انسبكتر ما ظاهره نضغط عليها كليك. اذا لاحظ هنا عندنا طبعا البلور سترنس، اذا لاحظ كميه البلور. طيب بالبدايه راح يكون البلور بهذه المنطقه، وطبعا راح نسجل الحركه، وراح نخلي المؤشر بالمنتصف، وراح نزيد من البلور مثلا ممكن يكون بهذه الطريقة لطيف، وراح نخلي المؤشر بالنهاية، وراح نرجع البلور الى الصفر. ممتاز، الان راح يصير عندنا بهذه الطريقة تأثير. ممتاز، وطبعا لا بأس يعني انه بالمنتصف يزيد اكثر البلور، ممكن يكون باكثر، يعني ممكن يكون 0.8، يعني هنا 0.6 يكون 0.8. ممتاز، جيد. الآن راح نجي نغير زاوية الأنجل بلور، مثلا ممكن نخليه 180 درجة حتى يكون بنفس الاتجاه. ممتاز، الآن راح نضيف مؤثر صوتي. طبعا نجي لكنترول آي. جيد، الآن راح نجي نضيف المؤثر الصوتي، وطبعا يفضل انه نضيفه بنفس منطقة الانتقال، بهذه المنطقة، ممكن يكون بهذا الشكل. جيد، الآن نشاهد الانتقال، ممكن طبعا نضبط الانتقال بهذه الطريقة، ممكن يكون بهذه الطريقة. طبعا ممكن نتخلص من اول انتقال، يعني عندنا هنا انتقالين صوتيين، ممكن بس يكون بس واحد. جميل، اذا لاحظ انتقال جميل. طبعا بامكاننا نضيف انتقال صوتي اخر يعطينا تأثير جميل ومتناسق. طبعا راح نحذف هذا الانتقال، احذف المؤثر. طبعا راح نجي نحدد الادجستمنت لايرز، ومن ثم باك سبيس، والانتقال راح احذفه. جيد، الان راح ناخذ انتقال اخر. طبعا ممكن نضيف انتقال، مثلا نجي الى جنريت، وطبعا نجي الى سلايد كولر، ممكن نضيفها بهذه المنطقة، طبعا طبقة لونية
مثلا ممكن بهذا الشكل. وطبعا ممكن نختار مثلا لون الأحمر مثلا، أو لا بأس الأبيض، أي لون مثلا. وطبعا نجي إلى الأنيميشن، يعني بالبداية راح يكون نسجل حركة يكون أنيميشن صفر، وطبعا بالمنتصف راح يكون أوبوسيتي 100%، وبالنهاية راح يكون أوبوسيتي صفر. جيد، نشاهد التأثير. لاحظ أنه راح يتم انتقال ما بين الفيديوهين. طبعا بإمكاننا أنه نغير اللون مثلا إلى هذا اللون، أو الأخضر، أو الأصفر، أو الأحمر، اللون اللي نحن نشوفه مناسب. إذا لاحظ ممكن الأسود. انتقال جميل ولطيف بنفس الوقت. أيضا بإمكاننا نضيف انتقال آخر. طبعا نجي إلى إفكت ونضيف Adjustment Clip، مثلا ممكن تكون بهذه المنطقة. وطبعا راح نضيف زوم، طبعا ممكن الأدجستمنت نحدده بهذه المنطقة. وطبعا راح نخلي المؤشر ببداية، وطبعا راح نجي للزوم راح نخلي طبيعي اللي هو 1، وبالمنتصف راح نخلي الزوم مثلا يكون ممكن 5 أو لا بس 4، وبالنهاية راح يرجع زوم 1. نشاهد الانتقال، لطيف، انتقال جميل ممتاز. وطبعا ايضا اذا نضيف ترانزيشن يعني اعتقد يكون جميل، ممكن الترانزيشن يكون بالمنتصف اذا لاحظ. انتقال جميل ولطيف. طبعا بهذه الطرائق بإمكاننا نصنع انتقالات متعددة من خلال الانيميشن وإضافة ساوند إفكت إلى حتى تكون متفاعلة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.